السلام عليكم، كيف حالكم؟ معكم أحمد في مقطع جديد. حنوري بداية تشغيل جهاز بلاي ستيشن بورتل. الجهاز ده نزل في يوم التأسيس، عبارة عن زي نقول ما هو جهاز مستقل. تحتاج بلاي ستيشن 5 عشان تستمر في إمكانيات الجهاز الكاملة، عبارة عن أنك أنت تلعب بلاي ستيشن 5 عن بعد. هذه فكرة الجهاز كله مختصر المفيد. طبعا تفيد في نمط حياة معينة، الناس اللي متزوجين اللي عندهم أولاد واللي بيعرف سريره فهم كيف؟ يعني اللي بيستخدم الشاشة وانت تحتاج تلعب دحين وعندك تبي تلعب لعب سريع، مو لازم تفتح الشاشة في غرفة الصالون، ممكن تستخدم الجهاز ده على طول. فحنشوف أول شيء إن شاء الله يكون مشحون، أنا دوبي فاتحه، فيمكن يكون في شحنة مع الجهاز. إذا ما في عاد حنضطر نحطه في شاحن. اها كان يبغى له بس ضغطه، طب 5 ثواني تقريبا. حنشوف، وانا طبعا وانا بشغل لكم الجهاز حديكم انطباعاتي، بس حنشوف مدى انه سرعه تشبيك الجهاز في البلاي ستيشن 5 والست اب بشكل عام، هل هو صعب وسهل. طبعا لو جاء اي كيو ار كود ولا اي شيء زي فيها اسم مستخدم وكلمه السر، هضطر اشيل الجهاز من الشاشه من المقطع. بس الى الان شوف اخذ تقريبا 5 ثواني عشان نفتح. طبعا في اللغه العربيه للحابب، بس طبعا انتوا هتترقوا عليها، متعود على الانجليزي في الاعدادات والاشياء دي كلها، بس خلينا نعمل بالعربي مره واحده، ليش لا ما دام احنا هنا، ونشوف ايش الموضوع. تم تثبيت الشبكات، الاعداد يدويا، فحص الشبكات، لو ضغطنا مثلث عشان نقدر نشوف الشبكات النت اللي عندي. فطبعا هنا في انترنت، هنضطر نشيل من الشاشه شويه ونشبك على طول ونشوف ايش يطلع معانا. هختار الواي فاي حقي. معلش يا جماعه، واي سي كلمه السر. نشوف ايش هنا، اعدادات اتصال الانترنت خطا، لا يمكن اتصال شبكه واي فاي، قد يكون كلمه المرور غير صحيحه. لماذا؟ بس دوبنا بدي ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن كلمه السر اللي حطوه غلط، صار ظلمت الجهاز. خلاص هي كان غلط. شوف المفروض هذا الصحيح. متصل، حدث برمجيات للجهاز، تنزيل، اوكي حينزل لك اخر تحديث، نعمل موافق. حتى تشغيل الجهاز متحقق من اعداد الشبكه، ايش هذا يا اخي؟ لسه دوبنا بادئين ويعني ماني فاهم شو الفكره. يعني هو شكله نزل التحديث بهذه السرعة، خلينا نشوف. والله لسه ما بدأنا، أقول لك حدث خطأ. فلغاية دحين انطباعات نقول سلبية، مفروض يعني أجهزة زي كذا. أنا أشوف البلاي ستيشن في الغرفة اللي جنبي على طول، ترى أنا يعني هنا بصور، ويعني الواي فاي والبلاي ستيشن على طول جنبي، فما هو بعيد عني، فالمفروض يكون ما يكون في إشكاليات كثيرة صراحة في الموضوع ده. بس حنقعد نجرب ونشوف إيش المشكلة. دخل لي على الواي فاي، حدث، تنزيل، هنجرب تاني. اذا ما زبط في مشكلة، تعيد تشغيل هذا الجهاز ثم تحقق من اعدادات الشبكة. ف هنرجع مرة تانية في مقطع يا جماعة، مو راضي يضبط، وحنجرب مرة ثانية هشوف ايش في مشكله، هل مشكله النت ولا مشكله الشبكه. هو بيقول لك في مشكله في الشبكه، مع ان الشبكه عندي صحيحه وشغاله ما في اي مشاكل فيها، فشيء غريب صراحه. فاصل ونواصل. انا رجعت مره ثانيه يا جماعه، صراحه تعبت عشان اعمل اعدادات
للإنترنت للجهاز، اضطريت أقلب بالإنجليزي عشان إعدادات الإنترنت شوي معقد. مو كل الناس حيمروا بأنا اللي مريت بي، بس المختصر المفيد أنه بدل ما أنا أخلي الجهاز تلقائياً أوتوماتيكياً يلقط إعدادات الإنترنت، دخلت الإعدادات أنا بطريقة يدوية ممكن نقول، وفي الأوبشن ده موجود الحمد لله. فاللي عنده مشكلة في الإعدادات التلقائية بالإنترنت حقه، مع أنه النت حقنا مضبوط بكل الأجهزة، أول مرة يمر عليه شيء زي كده، يمكن أخذني نص ساعة الحين عشان أحل الفكرة. فهذه انطباعات سيئة إلى الآن للبلاي ستيشن، لعل وعسى مع التحديثات اللي تحصل دحين ما يحصل أو ما تحصل نفس المشكلة في المدى البعيد. ف زي ما قلت لكم نشوف، عاد نمشي شوية شوية نشوف. فنشوف بقي له، هو نزل صراحة التحديث بسرعة، بس الانستليشن اللي هو التثبيت بياخد وقت شوية. فلغيت دحين انطباعاتي من ناحية الإعدادات اللي هو بداية التشغيل سلبية، بس في نفس الوقت من ناحية إحساس الجهاز كأني ماسك يد بلاي ستيشن 5 اللهم في النص شاشة، شوية تقيل، حاسس بشوية تقل، بكون إنه الأيد بلاي ستيشن 5 فيها طبعا خاصية الاهتزاز هذا اللي يسموها الجديد، إنه يعني مع ضغطة الزر، وفي في أشياء إعدادات معينة في يد بلاي ستيشن 5 موجودة هنا في البلاي ستيشن بورتل. فعبال ما يعمل الانستليشن هشرح لكم شوية. فزي ما قلت لكم الجهاز عبارة عن يعني لازم بلاي ستيشن 5 عشان تاخدوا خصوصيات الجهاز كاملة. إيش الفكرة؟ إنك تلعب عن بعد، يعني أحد بيستخدم الشاشة حقت الصالون مثلاً تقدر تلعب بال. فهذه فكرة مو جديدة، يعني الفكرة دي تسوت من أول، أصلاً يمديك تعملها حالياً للبلاي ستيشن 5 بالريموت بلاي بالجوال. فطبعاً لو جوال، على سبيل المثال حجيب لكم بس بوجه مقارنة، هذه مثال على يد لجوال الآيفون وممكن الأندرويد كمان اسمه باك بون، برضو على نفس شكل البلاي ستيشن. طبعاً الأسعار لا تقارن، يعني شوف أنت لازم تشبك جوال بألفين 3000 ريال على يد زي كده، وتستخدم الأبليكيشن هو ريموت بلاي عشان تلعب بلاي ستيشن 5 من جوالك. جربت الخاصية هذه صراحة رائعة بالنسبة للجوال، حسيته مرة كويس، بس في نفس الوقت السلبية إنه بطارية الجوال تخلص بسرعة صراحة. هذا الجهاز خاص هو بكم؟ 949 ريال، وده الشيء ب 550. فتخيل يعني كده تقارن، أنت عندك شاشة مع يد تقريبا ب 950 ريال ممكن نقول. فمن ناحية السعر، السعر كويس، بس من ناحية إنك أنت يعني هذا شيء فقط للبلاي ستيشن 5 ولازم يكون عندك جهاز البلاي ستيشن 5، مو كل الناس يشوفوا يعني انه السعر ده ملائم او مناسب، او تحس انه مو لكل الناس، تفرق من شخص لاخر. زي ما قلت لكم انا سبب ان انا جبته صراحه، انا من اول صراحه اول ما نزلوا اناونسمنت او زي عرضوا الجهاز هذا حسيت الفكره هتفشل صراحه، وانا ما كنت من الناس اللي انا كنت هشتري الجهاز. قلت انه اللهم صل على محمد، يعني حسيت انه انا ابغى، طب نزلوا لي جهاز بلاي ستيشن بورتبل جديد، نزلوا لي شيء محمول زي نينتندو سويتش، عملوا لي شيء خاص يعني شيء مستقر، شيء مفرق من بلاي ستيشن 5 وفيها الخاصيه في نفس الوقت. فما اعرف ليش هي سوني خايفه من ان تسوي شيء زي كذا. فحتى مثلا بلاي ستيشن اللي هو الفيرتشوال رياليتي الفي ار ده اللي منزلينه، اللي هي النظاره اللي انك انت كانك داخل العالم الالكتروني، برضو يعني لازم بلاي ستيشن 5 عشان تستخدم الفيرتشوال رياليتي هذا. فمدخلينك في الايكو سيستم، او زي يعني خلاص انت زي ما نقول لما تقول انك انت عندك ايفون وعندك ماك، خلاص كده انت داخل في الابل، ما يمدي تخرج برا الابل، الابل زي حصروك داخل الايكو سيستم حقهم. في البلاي ستيشن بتسوي نفس الفكره. فأنا بالنسبة لي السبب اللي خلاني أغير رأيي، أول شيء أنه استغربت من شهرة الجهاز، الطلبات المسبقة في السعودية بخلصها كانت في تقريبا كده على وشك الانتهاء من أغلب الناس اللي كانوا بيبيعوا الجهاز، أغلب المحلات والأسواق والويبسايتات زي جيمز، جرير، توكيو جيمز، في إقبالية عليها. فواضح أنه الفكرة نفسها مع السعر
الناس عندهم رغبة إنه يلعبوا بلاي ستيشن عن بعد، ممكن تخطف لك ساعة ساعة ونص، ومو شرط يكون في منطقة في بيتك، يعني ممكن تلعبوا عن بعد إنك أنت عندك إنترنت. طبعا أهم شيء جهازك بلاي ستيشن، طبعا من الاشتراطات ويكون شيء يفضل بلاي ستيشن نفسه يكون مشبوك على إنترنت بطريقة مستمرة. يفضل إنك أنت تشبك البلاي ستيشن على سلكي، عبر السلك إيثرنت، عبر يسموها السلك إيثرنت، على طول مباشر على مودم، على مود على المودم. ليش؟ عشان يكون عندك استقرارية من ناحية الكونكشن، من ناحية تشبيك اللعبة، ما يكون في بطء في اللعبة، ما يكون في لكعة وأنت بتضغط الزر. فهلا مسوي الحركة هذه، هذا أول شيء. ثاني شيء زي ما قلت لكم موضوع إعدادات المودم حقتك مهمة. يعني حوريكم مثال على شيء ممكن تفرقوا مع تفرق معاكم على إعدادات المودم حقتي من بعيد لبعيد. طبعا في شيء اسمه، هوريكم الخاصية معلش في الجوال، اسمه مو نتورك معلش، ادرس ريزرفيشن. هذا لو دورتوا عليه في المودم حقكم الاعداد ده مره مهم، انك انت تثبت نقول عنوان البلاي ستيشن 5 على شيء غير متغير. ونفس الشيء بالنسبه للبورتل، يعني يكون اشياء ثابته ما يكونوا متغيرات. ليش؟ المتغير يبطئ لك، الثابت ويكون مشبوك بالطريقه السلكيه البلاي ستيشن 5 هيحسن لك الكونكشن وما يكون في بطء ولا كاع في اللعبه. الصراحه الانستليشن طويل يا جماعه، يعني التنزيل كان سريع ما كان، بس التثبيت اجراء طويل شويه. طبعا واضح الشاشه ما شاء الله كبيره، يعني كده يعني قارنها بالسويتش شويه، ماني عارف لو هي اكبر ولا اصغر. يا ريت اني جبت السويتش عشان اعمل لكم وجه مقارنه، احاول ان شاء الله. بس في وجه مقارنه مثلا مع يد بلاي ستيشن 5، لو تشوفوا كيف شكل، في مقارنات بين الاثنين بالضبط، تلاقي انه كانه اليد مقسم على قسمين. وصراحه نفس التقل، هذا طبعا اثقل شويه عشان في عندك شاشه مع الجهاز. طبعا من ورا الجهاز حتلاقوا انه في فان هنا، انك ممكن تشبك اليو اس بي هنا للشحن. طيب وما اعرف لو واضح في الكاميرا مره انه في زي فتحة للسماعات حقتك، فما يحتاج يكون عندك سماعات وايرلس. بس في نفس الوقت انت زي ما انت شايف قدامكم، انا برضو عمل زي بداية تشغيل 2 في 1. هذه السماعات الجديدة للبلاي ستيشن 5 منزلين برضو مع نفس اصدار الجهاز البلاي ستيشن بورتل في يوم التأسيس، اللي هو يسموها بلس إليت لو ماني غلطان. فالسماعات هذه مطورة من اول سماعات اللي نزلت مع البلاي ستيشن 5، المفروض تديك قوة أكثر في من ناحية السمع، وتديك سراوند يكون عندك 5.1. ففي عدد، في ميزات للسماعة. في نفس الوقت إنه في طبعا السماعات هذه في زي خاصية حصرية، يعني كنت تشبك السماعة على طول بالبلاي ستيشن بورتل. عاملين تكنولوجيا معينة طبعا هم عشان برضو نفس الفكرة، إن هم يدخلوك ويخلوك في الإيكو سيستم حق بلاي ستيشن. ما خلاص اشتريت بلاي ستيشن، يلا جيب الشيء ده، ما يشتغل، هو يشتغل على أشياء ثانية ترى السماعة، بس في خاصية معينة يسموها، ماني عارف ايش يسموها، نسيت اسمها بالانجليزي، بس انه زي خاصية تشبك مباشرة وما يكون في بطء بين الصوت وبين الصورة، يكون في زي توافق بين الاثنين. وطبعا البلاي ستيشن هذا البورتل ما يسمح باي سماعات ثانية لا سلكية غير البلاي ستيشن الرسمية، اشياء البلاي ستيشن. نفس الفكرة عشان شوية نصب شوية ان هم يخلوك في الإيكو سيستم حقهم، ما يخرجوك برا الدائرة حقتهم. يعني في ناس ما يحبوا الحركة دي، بس لو أنت مثلا خلاص عاشق بلاي ستيشن، أو أنك أنت ما تفرق معك الشيء ذا، أو أنت متعود خلاص، أنت عندك أبل وعندك ماك، زي ما قلت لك تشبيه الماك والأبل، خلاص كده أنت محصر ليهم، يعني كده عندك اشتراك أبل ون، وعندك زي موضوع يعني اشتراكات معينة، عندك أبليكيشنز معينة بتدفع عليها شهرياً. ما ينفع انت تقلب من ماك لاندرويد من ابل لاندرويد بالسهوله، بس من اندرويد لاندرويد ثاني سهل. ان مثلا سامسونج جالكسي نقول هواوي، الموضوع مو صعب عشان كله يستخدم جوجل. ولكن الابل طول عمرهم هم مثلا عاملين خلاص الحسابات حقتهم الخاصه، اشتراكاتهم الخاصه، في اشياء كده ما ينفع تتنقل لجوجل، فهمت الفكره كيف، او للاندرويد. فنفس الفكرة بالنسبة لنتندو بلاي ستيشن، هو خلاص كل براند عامل السوق حقه، يعني ممكن نقول. بس شوف من ناحية الانطباعات، يعني زي ما قلت لكم بصراحة، شوف حتى التحديث مرة طويل،
يعني لو ما عندي كلام هنا حتطفشوا صراحة من المقطع. فغير كده حنشوف كيف طريقة التشبيك بالسماعة بالطريقة اللاسلكية، حيكون سريع كويس ما في أي مشاكل، بس الإنترنت حتتعبوا شوية للأسف الشديد يا جماعة. يعني أنا تعبت شوية، مو كل الناس زي ما قلت لكم، يعني يمكن ناس ممكن من ناحية تلقائية خلاص يشبك على الواي فاي على طول، ولكن من ناحيتي أنا اضطريت أدخل يدوي، وماني قادر أوريكم اليدوي ليش، عشان الإعدادات هذه إعدادات خاصة، فأي أحد ممكن يشوف المقطع وممكن يهكر على الواي فاي حقي وعلى النت حقي. ها قربنا 75%، فكويس. أشوف مع التحديث ومع الأشياء دي قدرت أدردش شوية مع الانطباعات المبدئية البدائية على الجهاز وبداية التشغيل، ولكن نشوف بعد كده بعد الموضوع التشبيك الإنترنت هل حيكون الموضوع سريع ولا لا. أنا حاليا الغرفة الثانية على طول بلاي ستيشن موجود، زي ما قلت لكم مو شرط يعني أنتوا بعدين أول ما تشبكوا البلاي ستيشن خلاص الإعدادات وبداية التشغيل يكون ثابت وكويس، يمديكم تشبكوا على أي إنترنت، أي واي فاي من أي حتة. طبعا غير الواي فاي حق الهوتيلات، في لسه إشكالية يقول لك حاليا مع البلاي ستيشن ما يسمح بالواي فاي حق الهوتيلات، عشان البلاي ستيشن بورتل ما فيها براوزر، يعني ما في متصفح، فالهوتيلات دائما يحتاجوا متصفح في الإنترنت حقونهم. هذا ما في متصفح عشان ما يبغى أحد يهكر في الجهاز. أنت الفكرة كيف؟ زي ما قلت لكم الفكرة كلها يا ريت إذا سوني عملت شيء يعني حصري زي نينتندو سويتش ولا شيء زي كده، بدل ما يعملوا شيء خاص إنه بس تلعب ألعاب بلاي ستيشن 5 ويمكن بلاي ستيشن 4 كمان. حنجرب نقول لك هنا أبديت، والله برضو بورت ريموت بلاير، فهذا بيحدث كل شيء، يعني في تحديث ثاني كمان يا عم. إيش هذا؟ كونكت الإنترنت نتورك سيتنجز، ندخل. ها شوف هذا، شوف بيستعبط، يعني شوف يعني بحاول اشبك على الانترنت حقي مو راضي. هذه ثاني مره شفتوا كيف الموضوع، يعني شويه يطفش صراحه. يوف تشيك الانترنت كونكشن تراي، كانه ما هو مشبوك على النت، ولكن انا شابك على النت، فشيء مره غريب. برضه حنرجع لكم مره ثانيه عشان نشوف ايش الموضوع، شكلي لازم ابرض اعملها يدوي مره ثانيه، فالموضوع شويه متعب. هجرب مره ثالثه يمكن في شيء. ها والله زبط، شوف لا كويس. ها بس كان يبغى له كده ثلاث مرات عشان يشبك، شفتوا كيف يا جماعه؟ فالواحد يصر بدل ما اوكي. التحديث ده سريع شويه. لازم يكون التحديث ب50%. طيب ممكن استخدم نفس حق ده ولا مو ممكن؟ مش ب50% عشان الموضوع ده برضه. فكان واضح البلاي ستيشن بورتل لما كان يعني شحنين هم بنسبة 50%، عشان أنا لما فتحته أكيد هو سحب 3%، ممكن يقول مع الإعدادات مع محاولة التشغيل. فشوف هذا برضو ما يرضي يحدث غير لما توصل 50. في أجهزة كثيرة بتسوي نفس الحركة صراحة، شيء برضو يطفش. يعني شوف لغاية دحين يا جماعة انطباعاتي والله سلبية، يعني مرة الموضوع يطفش شوية. شوف حتى التحديث الثاني ده تلكع معايا في النت، ما مو شاضي يشبك، ما زبط معاك، ما عارف إيش. ونشوف برضو الشحنة حيكون يوم بسنة كام عشان يشحن 300 هذه، ما أعرف والله، ما تسألني ما تسألوني. طيب فاصل ونواصل، فاصل ثاني ونواصل، هذه الفاصل الثاني يا جماعة. دوب خلص التحديث الثاني، أخذ وقت صراحة زي الأول في التثبيت. فطبعا دحين مطلعني في البلاي ستيشن زي كود QR كود، ما حوريكم هي هنا، بس الفكرة كلها في طريقتين عشان تشبك البلاي ستيشن بحسابك البلاي ستيشن أو بالبلاي ستيشن 5. فالفكرة كلها أنه دحين قالوا لي أنا أدخل من الأبليكيشن من هنا، فحدخل من الأبليكيشن ده اللي هو بلاي ستيشن أبليكيشن اسمه PS App، اللي هو ده
في الايفون، موجود كمان في الاندرويد. هذا يشبك لك اجهزتك بالابلكيشن ده، فتخش على الاعدادات قالوا لي من هنا، وبعدين في شيء اسمه كونسول مانجمنت من هنا، وسكان كيو ار كود. فانا حجرب اعمل الحركه دي، شوف ايش طلع معي. طيب بيقول لك كونكتنج، وريكم مسج كده طالع في الشاشه زي كده، فيقول لك ادخل على بلاي ستيشن 5، سيلكت بلاي ستيشن، وطلع مطلع لي على طول ايش موجود عندي في الواي فاي اللي هو ده جهازي. هجرب. طيب كونكت وايل ريس مود الاو كونكشن ريكوايرد. ما فهمت، مو واضح، ما فهمت هذا ايش يقول لك. افتح بلاي ستيشن كونكت وايل ان ريست فور سجستد. طب اوكي، يعني يقول لك يا البلاي ستيشن يكون مفتوح، يا انه يكون موجود في شيء اسمه ريست مود. عارف اعدادات الريست مود؟ هذا اللي هو زي البلاي ستيشن محطوط في اعداد انه زي يسموه اعداد الراحه، عباره عن زي انه البلاي ستيشن يكون لونه اصفر كده، في لمبه صفراء عليها، انه في الفكره كلها انه يعني ما ياخذ قوه من الجهاز كثير. فهو بيقترح لي الثاني ده، هنجرب نعمل كونتينيو. طيب هنا مشبك مكتوب ال الهاند والكنترولر والاعدادات. ايش معناها هذه؟ خلينا نشوف. اوكي ريدي تو جو. هتخلي بسرعه ولا لا؟ خلينا نشوف. شوف الجهاز، انا شايفه قدامي تحول من اصفر لازرق، فتح الجهاز، جهاز البلاي ستيشن حقي دوبه فتح، بس هنا ما هو ظاهر اي شيء لغايه دحين، بس الواي فاي كامل وكل شيء كامل. هنشوف كيف حيكون، سريع ولا بطيء ولا. واضح انه في شيء بيحصل في البلاي ستيشن، هذا شيء كويس يعني كمان انه شغال مضبوط، بس نشوف. طبعا الشاشة دي عبارة عن تاتش سكرين، يعني زي ما انتم شايفين ممكن استخدمها كتاتش سكرين. بياخذ وقت. هذه من السلبيات الحين، لغايه الحين انطباعات السلبيه كل شيء بياخذ وقت. ما اعرف عشان اول مره تشغله، اول مره تشبك البلاي ستيشن ممكن، ف لسه في ذكاء شويه، بعد كده حيكون كويس. نشوف، انا ابغى اشوف يعني تقنيه الشاشه نفسها، يعني مستوى الشاشه. هذه الشاشه فعليا شاشه حلوه انك تلعب العاب بلاي ستيشن 5 فيها ولا لا. طبعا الشاشه ما هي 4K، دقته 1080p، بس بنفس الوقت ما حجم الشاشه ما يعني ما يحوج ان يكون في شيء 4K اصلا. ليش ما يحوج الدقه هذه للشاشات الصغيره اللي زي كده او زي التابلت؟ اوكي ها بيقول لي بلاي، ضغط اكس، ضبط، اخذ وقت بس ضبط. هذا بلس باسورد حقي هدخله، بس معليش 1 9. تمام اوكي نشوف. اوكي لغاية دحين انا شايف دقة التصوير سيء صراحة، يمكن لسه بيحاول يستوعب، مع اني انا مسوي كل شيء صح من ناحية الاعدادات والتشبيكات، خليت البلاي ستيشن على سلك يعني، فمسوي محسوي حسابي كل حاجة، بس من ناحية الكنترولر واللاج شوف بدأ يتحسن شوية شوي شوي، بدأ يتحسن ترى من ناحيه الكنترولر واللاك صراحه كويس، حسه سريع، فهذا شيء كويس. طبعا هي تفرق من شخص لشخص زي ما قلت لكم، حسب النت حقكم، حسب المودم حقكم، حسب قوه كل شيء، تفرق في كل حاجه. فدحين بدا يتحسن. ها فانا
خلينا نشوف ايش كنت بنلعب. نلعب فاينل فانتسي 7، انا جايبه عشان اخلص ده. نشوف مثلا دخلنا على ده داونلودنج ان ابديت فايل، ايش بيحدث ده بالضبط؟ في تحديث على اللعبة القديمة ليش؟ غريب مرة. طيب خلاص خلينا نستنى لغاية ما يحدث. طيب السؤال الثاني، هل يلعب على بلاي ستيشن 4؟ خلينا نجرب، ندي سؤال. يلا هل يلعب بلاي ستيشن 4؟ خلينا نشوف ايش قبل ما ينزل الابديت حق بلاي ستيشن 5، نشوف البلاي ستيشن 4 كيف. طبعا هذه لعبة ما هي بلاي ستيشن 4 فعليا، هي لعبة اسمها تيز اوف سيمفونيا، لعبة قديمة ار بي جي قديم بس نزل على اشتراك البلاي ستيشن. لعبت على ايام الجيم كيوب. مستوى الصوت كويس عالي، انا بتحكم كده في شويه، انا حوطيه بس عشان صوتي انا يوضح وانا بكلمكم. صراحه من ناحيه مستوى الشاشه انا شايفه لا تحسن، التشبيك الشبكه والدقه تحسنت ترى، بس كان يبغى له وقت. بس لسه ما زال في زي ما انتم شايفين، ما اعرف ما يبان في الكاميرا طبعا، الازرق كده شويه، عارف الالوان شويه فيها كده، مو كل الناس هيلاحظوا الشيء ده وهم بيلعبوا. في شويه تقدم مستوى بس خلينا نشوف. ها طيب نستعمل سكيب، ندخل اللعبه من جد. طبعا اللعبه دي المفروض ما تكون ديماندينج يعني، فاللعبه قديمه يعني، ف بس من افضل الالعاب صراحه اللي نزلت على الجيم كيوب صراحه. نشوف نتذكر ايام زمان. مشكلة الار بي جي يعني ما يدخلك في مود اللعب على طول، لازم تستنى سينمائية تتفرج شوية القصة. بس طبعا انا انصح اي حد اللي يبغى يدخل في سلسلة تيلز يجرب تيلز سيمفونيا، القصة رائعة صراحة، حتى اللعب حلو. مع انه تيلز الجديد خلاص يعني تحس انه خلاص دمر اي تيلز قديم. ايش نسيت اسم التيلز الجديد؟ ارايز، تيلز اوف ارايز برضه نزل على اللي عنده اشتراك بلاي ستيشن، نازل بصفة مجانية. كل العاب التيلز نزلوا كل شيء تيلز تقريبا قريب، يمكن من اسبوع. ليتس نعمل نيو جيم نشوف شو الوضع. لا انا بدخل بسرعه على اللعب عشان نشوف. Once upon a time there existed a giant tree that was the source of mana. A war however caused this tree to wither away. And a hero's life was sacrificed in order to take its مرة ناسي القصة بس أتذكر. Grieving over the loss. كان رائع صراحة يعني كده. Disappeared under the heavens. في تويست في القصة. The goddess left the angels with this. بس شبيه اللي لعب فاينل فانتسي 10 نفس الفكرة كده، إنه زي. You must wake me. For if I should sleep. تحس إنه اللي يحس اللي كانوا كويسين في بداية القصة يقلبوا بطالين. The angels bore the chosen one who headed towards the tower that reached up unto the heavens. And that marked the beginning. قاعد احاول اركز على دقة الشاشة او دقة الستريم حاليا، لسه ما هو قوي على الاخر، حاسس ان في ضعف في المستوى. هي مو مشكلة الشاشة نفسها، مشكلة النت. بس نت انا ممتاز ترى، نت يعني كويس بس مو مره سيء، مو مره سيء يعني. صح لعبه زي كده المفروض زي ما قلت لكم ما ياخذ كده كثير منه. بروفيسور رين از كلاس اوفر. بقدر بالاصوات اليابانيه طبعا، انا تعودت على الانجليزي. جينس هاو اباوت يو؟ Yes, Rain. Methos, the hero, brought about the end of the ancient war in the holy ground of Carlon. Correct. Afterwards, Methos, the hero, formed a pact with the goddess Mortel. كمل المقطع الفيديو المقطع كله يكون لهيز اوف سيمفونيا. To seal away the Desaians whom caused the Desaians came back and are now causing everyone to suffer. We covered that in class last time, remember? When the seal weakens, the Desaians reappear, just like they have now. Today is the day of prophecy. It is a very important day, which... Now, Chosen One,
Colette. The chosen one, نعم. Yes, ma'am. Tell us about the journey of world regeneration. It is a journey to seal the Desiant. ما أقدر أمشي ال... Upon passing the trials of the goddess Mar... إيش ده؟ هذا الصوت. هذا شكل ميكروفون. Correct. I suppose we should expect the chosen herself to know the answer to that one. نجرب مثلا سوينا كده. حلو. يرجعني للهوم. طيب خلينا نرجع كده نشوف. جربنا بلاي ستيشن 4، خلينا نجرب بلاي ستيشن 5. يلا بقي 45 ثانية ابغى اجرب اللعبة. انا مستغرب انه منزلين ابديت على اللعبة القديمة، ايش حيحطوا يعني؟ ماني فاهم. ما اعرف لو احد اصلا استوعب انه في ابديت على اللعبة القديمة ولا لا يعني، فمستغرب انا. عشان ريبيرث هو نازل الجديد، نازل يوم 29. انا طبعا من الاسباب ان انا اشتريت البلاي ستيشن بورتل اني احاول اخلص لعبه ريميك قبل ما ينزل ريبيرث الجديد اللي نازل اليوم 29. فبحاول الايام الجايه ها لو اقدر اي حاجه كده عشان اخلص من ده عشان العب اللي بعده. وانا يعني المفروض من عشاق فاينل فانتسي 7 يعني، صراحه من احلى الالعاب، بس ما اضطرت لوقت اني العب ده. تصدق لعبت شويه يعني، لعبت شويه وبعدين بطلت. فإلا إلا أبغى أشغله، ما أبغى أشغل أي شيء ثاني غيره صراحة. 7 ثواني. ما عارف إيش ضاف. اليوم مفروض في تحديث للديمو حق فاينل فانتسي 7 ريبيرث اللي هو الجزء الثاني. حاطين مقطع جديد ومحسنين الديمو نفسه. بس ليش ليش حاطين أبديت لده؟ هذا اللي أنا مستغرب فيه. إيش العلاقة يعني؟ شوي الصوت. اوكي الحين حبيت ان اديكم مثال على بلاي ستيشن 5 جيم. طيب من ناحية مستوى الدقة برضو مو كامل 100% لغاية الحين، بس مو بطال. ماني حاسس ببطء من ناحية التحكم ومن ناحية الفريم ريت، بس دقة الصورة مو بطال، بس مو توقعت أحسن. فاهم كيف؟ يمكن مع اللعب حيتحسن شوية، ما أعرف صراحة. أوكي أنا أظن خلصت كل حاجة. اجري اجري اجري. في المنطقة دي الحين نروح نشوف ايش الوضع. حيكون في السماعية. ايش في؟ الدقة بتتحسن شوي. لا مو ترى مو باين في ما حيبان في التصوير. بس انا مبسوط من ناحيه اللي هو ما في زي فصلان بين الصوت والصوره، وما في برضو زي تاخير بين التحكم واللعب. والله انك طيب يا كلاود. انا توقعت انه على طول نروح ندخل البيت ونشوف بيرتو متغير شوي من الغير القصة الاساسية. طب بشوف شيء يا جماعة، كيف اقدر؟ ايوه هنا. كيف ده؟ كيف اقدر اشبك ال ايش ده؟ اوكي هذا كذا كذا. ابغى احاول اشبك ال اللهم صل على محمد السماعة. هو كان جايب لي الاوبشن ده في البداية، بس حاليا مو جايب لي الاوبشن.
انا ما كنت منتبه، بس كيف ادخل على اعدادات البلاي ستيشن بورتل؟ هو ده السؤال. ضغطنا على نفس ال لازم تضغط على سكرين، على التاتش سكرين. اوكي هنا اوكي هنا تشبك على التاتش سكرين. طيب بي اس لينك هيدسيت، هذا اللي بنشبك السماعه. خلينا نجرب. طيب يقول لك press the headset speed length for 8 seconds to begin pairing. بعدين press the PS Link button. اوكي هنا الزر ده اللي جنب القوة، اللي جنب الباور، هو زر التشبيك ال يسموه بلاي ستيشن لينك. هذا هو قلت لكم التطوير الجديد اللي بلاي ستيشن مسويه عشان الصوت. ايش يقول لك؟ خلينا نجرب هذه فين؟ طبعا هذه اظن نجرب 8 ثواني قالوا. هذا الزر اللي هنا محله غريب الزر 7 8. بعدين هنا طيب ضغطت الاثنين ماني شايف اي تغيرات لغاية دحين. بس الحلو ان اعدادات البلاي ستيشن بورتل تطلع فوق الاعدادات البلاي ستيشن 5، فمو صعب انك انت تلاقي الاعدادات هذه. بس حاليا اليد مراضي، اليد السماعه ما راضي تشبك. معني انا شاحنه صح. 4 5 6 7 8. اوكي ده تمام. ننتظر ده ما اعرف لو 8 ثواني هم ما قالوا ايش، بس شوف مو راضي يشبك. يعني حاولنا قلنا نجرب مو راضي. في أي طريقة ثانية؟ هنا النت، هنا الكنترولر. طبعا ممكن تحط اعدادات اللغة هنا كمان تغيروا العربي. هعمل مثال بس عشان توريك شوف العربي فين. عربية لغة الادخال الانجليزي عربية. في شوية غبش بالصوت بيطلع تاريخ والوقت. ليش هم سمعين الصوت؟ في اصوات كده غريبة بتطلع. شاشة ساطع قياسي ضوء. اوكي بس في صوت غبش بيطلع كده مع شبكة النت. ممكن تحط وضع الطيران كمان تقدر تفصل النت كاملة. انا الحين يهمني اني نحاول نشبك هالشيء. اضغط على الكلينك في سماعه الراس لمده 8 ثواني لبدل اقران. شوف حاولنا، يعني هحاول مره ثانيه قبل ما اقفل المقطع. بس المفروض يكون الموضوع سهل. 3 4 5 6 7 8 9. هزود كمان ثانيتين زيادة. بعدين نضغط ده on board لتأكيد. زبط. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. شايف مراضي. وهذا برضو من الانطباعات السيئة، مفروض يزبط بس مراضي أبدا. الموضوع ما في أسهل منه صراحة. يعني حطينا الاعدادات وأنا شاحنه كويس، شاحنه مزبوط تمام، ما في أي طريقة تشبكه بطريقة سلكية. خلينا نجرب نشبك سماعة عادية
هذه سماعة عادية، هحاول أشبكه بس عشان يعني مثال إنه شيء يزبط. على طول تلقائيا غير الصوت وشوف طلعت علامة سماعة. نشوف طيب السماعة العادية حس الصوت واطي، معنى أنا معلي أعلى شيء. ندخل اللعبة الثانية عشان نشوف. هي واطي واطي طبعا، تبغى تسمعين أنا سامع من هنا. اداني تروفي بسهولة. نشيل اليد الثاني، نشيل معلش ما اعرف ليش متخبط بين اليد والسماعة، اقول على اليد السماعة. طيب طيب ايش رايكم نجرب لاخر مرة؟ نجرب لاخر مرة موضوع السماعة هذه. شوف صوت الغبش ما بيطلع غير لما ترجع للمين منيو، يعني في اللعبة نفسها ما بيطلع كده اصوات غريبة. هنجرب اخر مرة، اذا ما زبط معناها نرجع لكم في مقطع نشوف ليش ما هو راضي يزبط. 4 5 6 7 8 بعدين نضغط هذه. شوف الاثنين منسقين وقريبين من بعض، ودام طلع بيطلع بالسماعة بتطلع ألوان بس مو راضي. ليش ما أعرف. على العموم لو عرفت حل هرجع لكم زي فاصل ونواصل. إذا ما عرفت حل ننهي المقطع هنا. طيب عرفت أشبكه. الموضوع شوية بسيط بس عبيط في نفس الوقت. لازم أول شيء تضغطوا ضغطة واحدة هنا كأنكم تفتحوا الجهاز نفسه، حيطلع زي نور أبيض، وبعدين تمسكوا الزر مرة ثانية لمدة 8 ثواني، وبعد كده تضغطوا الزر هذه مرة واحدة بس ضغطة واحدة وحيشبك. ضابط نحي معايا. بس كنت حبيت أديكم زي شيء أخير قبل ما نقفل المقطع. نراكم على خير. معلش طولنا عليكم بس ان شاء الله يكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالمقطع بداية تشغيل البلاي ستيشن بورتل. وانطباعاتي الأخيرة كفكرة الفكرة حلوة، كسعر السعر شوي مبالغ فيه، بس في نفس الوقت انت بتاخد عبارة عن هي بس يد وشاشة، ف في ملائمة شوية، بس إنه في الأخير متداخلة مع مدى يعني مدى كيف أشرح لكم، هي زي ما قلت من أول مدى دخولكم مع اللي هو عالم بلاي ستيشن وبلاي ستيشن 5. طبعاً إذا ما عندكم بلاي ستيشن 5 ما تفكروا إنه تشتروا جهاز، أكيد ما هتستفيدوا منه حتى بتحديثات ثانية. يعني حالياً في ناس بيشتكوا إنه برا السعودية في أمريكا وبريطانيا في خدمة اللي هو بلاي ستيشن ستريمينج، يعني ممكن أنت بدل ما تنزل اللعبة على الهارد ديسك حقك على طول في بلاي ستيشن 5 إنك تعمل ستريم عليه. فحاليا الخاصية دي ما هي متاحة للبلاي ستيشن بورتل، هذا أول شيء. ثاني شيء مستقبل التهكير، إنك تهكر الجهاز هذا. بيقولوا انه ممكن صاروا مثلا انك تشغل العاب بلاي ستيشن بورتبل اللي هي بي اس بي من الجهاز على طول، بس ماني عارف كيف، ما في زي ايش يسموها ميموري، فماني ما اعرف كيف سووها صراحه. بس ممكن الناس يحبوا التهكير، يعني ممكن في الاخير لو هكرت الجهاز ما تقدر ترجع لوضعه الطبيعي، هذا الشيء. فاللي يبغى شيء يعني مريح من ناحيه بدل ما انت مثلا تلعب من جوالك
وتعمل اللي هو الريموت بلاي، ممكن تسوي الخاصية دي لو انت حابب زي ما قلت لكم، تشبك ده في ده وتدخل على الابليكيشن من هنا ويشتغل نفس الصراحة المستوى كويس. وفي ناس بيقولوا حتى من ناحية الستريمينج المستوى حق الجوال ساعات يكون أفضل، فكمان تفرق حسب الانترنت اللي عندك سرعته بطئه، تفرق كل الأشياء هذه. لو عندك نت مناسب وضعك هيكون مرة حلو، بالأخص لو أنت تبي تلعب البلاي ستيشن 5 عن بعد، يعني مو شرط تكون أنت مشبوك على شاشتك الرئيسية في غرفة الصالون أو غرفة اللعب، ناس تانيين بيستخدموها، عندي أنا أطفال، أنا بالنسبة لي كظروفي أحس حستفيد من الجهاز حتى بسلبياتها صراحة. زي ما تشوفت قدامي السلبيات كثيرة كانت، التحديث كان طويل، عبال ما شبكته على النت نفسه على الواي فاي والراوتر حقي اضطريت أدخل بإعدادات يدوية، المستوى التصوير أو الستريم نفسه مو بطال وكويس إنه يشغل على بلاي ستيشن 4 كمان، هذا شيء حلو يعني، حتى مو بس بلاي ستيشن 5 بلاي ستيشن 4، بس إنه من ناحية نفس مستوى الصورة مو شرط يكون صراحة على ذاك الدقة لسه، ما زال مع إنه النت حقي صراحة 5G وموصل 600 ميجا بايت يعني. فبس إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ونراكم على خير في مقطع جديد. إذا عندكم أي اقتراحات أي أنا أحب الكومنت صراحة، فأي أحد يعمل لي زي كومنت أحب أنا أرد وكذا، يكون في تفاعل في القناة، ونراكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.